يصلون إلى المجلس النيابي تباعا. الآن النائب جورج عدوان خارجا يتحدث إلى الصحفيين. بحسب المواقف يعني علمنا من النواب قبيل دخولهم إلى الاجتماع أن يعني الجلسة المسائية كانت جيدة جدا البارحة، كانت جلسة مصارحة، الجميع عرض مواقفه السياسية وهواجس كل فريق سياسي طرح بدون أي تسجيل وبدون أي تحفظ، يعني الجميع قال فعلا ما هي هواجسه، وهذا الأمر أدى إلى يعني نوع من الارتياح لدى جميع الأفرقاء السياسيين. اليوم لا يمكن القول أن هناك اتفاق على